نشكر في كل شيء صديقنا عادل ابو علاه اللي مش يرجع لنا بعد احنا ما عادش باش نعملوا خطوه سياسيه اخرى اوقف بعدين خلينا نصور تصور ولا تسكاني فيه تسكاني وتصور والسياسيين وهذا الكل الذي ينظر المجتمع التونسي ويسمع وتكرار الاحداث التي تصير في الدوله التونسيه عن تسلسل مش عم تقوم بدورها لحمايه المواطن ولحمايه شرعيه الراي والراي الاخر لماذا؟ Voilà, maintenant elle est à Jumaïa.